تتمناه. ميسي غضاني وحب سوتين شيتوتو ده مطعم فيه ايه هم هم شيتوتو ايه مطعم فيه ايه هم هم عندنا برضو عواطف شطة احلى في رجل التيك واللي بيقطع شيتوتو شيتوتو عندنا سلطة على انتخابات لو مش عايز نام وتغطى شيتوتو شيتوتو عندنا كوسة وعندنا قرع ده احنا لاز وملناش فرع عندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش زي ما تجيش زي ما تجيش زي ما تجيش بالمايوهات او بالترابيش بالمايوهات او بالترابيش عندنا اكل فوق الترابيزة تحتها برضو تلاقي تحابيش شي تطا تطا مطعم ايمالو تطا وهم هم وتيتي تطا مطعم فيه ايه هم هم اجمل سمعة لدنيا الدمعة عندنا هنا ملا قلم سامع شيتوتو شيتوتو عندنا شوربة تنسي الغربة وأفكار طازة جريئة ولامعة شيتوتو شيتوتو عندنا كوسة عندنا قرع احنا الأصل وملناش فرع وعندنا كوسة عندنا قرع احنا الأصل وملناش فرع ارفض اني اشارك فيه. انا مش فاهم انت خايف من ايه يا نجاتي. شريط الاعلان اللي عاملينه عن المطعم مكلفنا نص مليون جنيه، والنجمه اللي عملت الاعلان واخده لوحدها نص مليون جنيه بعد ما طلعت عينينا كمان. وبتعمل برنامج تلفزيوني، برنامج تلفزيوني على الهوا وحته واحده. تاكد ان حاسبها كويس يا نجاتي. برنامج تشيتوتو على الهوا مدته 7 دقايق، والزبون بتاعنا هو اللي بيتكلم في البرنامج مجانا. بيقول رأيه بكل صراحة ووضوح في مطعمنا. كاميرا هتخش المطعم مع الزبون تقضي معاه الأوقات السعيدة الرائعة اللي بيقضيها في مطعمنا. يعني أي متفرج بيتفرج على برنامج تشيتوتو على الهوا هيبقى نفسه يبقى مطرح الزبون اللي شايفه في المطعم. يا نجاتي فكرة البرنامج هتبقى قائمة على الحسد والتقليد. يعني في ناس هتيجي المطعم ده مش عشان تاكل وتشرب، لا، علشان تطلع في التلفزيون. طب افرض بقى واحد زبون لبخ في الكلام، سمعة المطعم ده هتبقى في الأرض. لا، هنا بقى يجي دور المذيعة، واحنا مش هنجيب مذيعة أي كلام. أول الزبون ما يلبخ تروح نقل على فاصل موسيقي، وبعدين ترجع الصورة الرائعة للمطعم اللي متعود يشوفها المشاهد. مشاهدينا في كل مكان اهلا بيكم معانا، واحنا النهارده في يوم جديد وحلقه جديده من برنامج شيتوتو على الهواء. نتعرف بحضرتك؟ المستشار سامي. على اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. نعم. مستشار سامي، حضرتك اول مره تزور المكان هنا؟ لا لا، ده انا زبون قديم. وايه اللي مخليك تيجي المكان هنا؟ ايه اللي بيميزه او اللي بيعجبك فيه عن باقي المطاعم؟ يعني مكان هادي ومحترم واحسن من دوشه البيت. طب تحب توجه كلمه لاداره مطعم شيتوتو؟ لا، اداره المطعم ايه، انا احب اوجه كلمه لاحفادي في البيت. انتوا عايزين ايه؟ ما انا سبت لكم البيت وجيت على المطعم. عفرطتكم جننتني، عاملين زي القرود نسانيس ومش متسلسله. عندك الواد عمرو وطارق، البنت منى ومريم هيجننوني. سامي بيه، خلينا في المطعم احسن. حاضر، خلينا في المطعم.
هو انا ايه اللي رماني على المطعم؟ ما اللي امر منه. يعني تنصح المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي على الهواء انهم يجوا يزوروا مطعم تشيتوتو؟ يا ستي ما يجوا يزوروا، انا هعيشهم، انا ماسكهم. ميرسي خالص. ومشاهد ممكن اتكلم؟ انا زبون هنا قديم. نتعرف بيك؟ ثابت دوارة يا فندم. حضرتك بتشتغل ايه؟ عندي فلوس في البنك بدورها وقاعد جنبهم. وحضرتك بتيجي المطعم طبعا بصفه مستمره صح؟ انا مقيم هنا يا فندم من زمان، عندي ترابيزه جوه باسمي بتاعتي. المهم انت نورتي المكان. ميرسي ميرسي خالص. اشوفك كتير مش كده؟ هو انت اللي هتعمل معايا الحوار ولا ايه؟ لا انا بس عايز اقول ان المكان ده احلى مكان في مصر، احب اقول لكل واحده واي حد يجي هنا وهو مطمن. هنا مفيش حد بيلاغي ولا حد بيبص على حد، مكان محترم محترم محترم. يا استاذ محترم. يا استاذ انت معانا على الهوا. مشاهدينا فاصل وهنرجع لكم على طول، فانتظرونا. ايه ده يا مستر نجاتي اللي عامله في نفسك ده؟ عاملين معايا لقاء في التلفزيون في برنامج جديد اسمه صباح الخير يا نجاتي. وهتقول ايه يا شيف؟ لا ما تخافش، هتكلم عنكوا طبعا وعن مجهودكوا وكل حاجه. هبتدي امسك الميكروفون كده شغال ده. انا اسمي الشيف نجاتي ونسبتي 6 من 10%. هتساعدوني يا رب تساعدوني، اذا كنتوا عايزين تساعدوني اتصلوا ب www.lotus.com بسرعه او 039 079 079 099 059 059 059 0 3 9. نذهب إلى الفاصل فابقوا معنا. شيء توتو كل شيء موجود، مش بس كل أصناف الأكل، كل الجنسيات من كل أنحاء العالم، من أمريكا، من يوروب، من أستراليا، ومن أفريقيا، وكمان من آسيا. ويسعدنا أن يكون معنا مستر مساء. You're welcome. Yeah, arigato. Kyou wa tanoshimi ni kitan da yo. Sorry? Thank you. Okay. I want to ask you, why do you prefer Chitoto? Koko wa sekai de ichiban subarashii restaurant to kiite kita mon da kara. Sorry, in English? Because it is the best restaurant in the whole world. Sure. So do you like the Japanese food here? Better than Nippon. Irashai. Yeah. Chitoto is marvelous. Malvita Chitoto de Ulocalis. Заходите в Chitoto, здесь готовят отлично. Chitoto afatacha. بألف هنا وشفا، على الله المطعم يكون عجبكم بقى. ها ايه رأيكم؟ Chitoto والله ماله زي Chitoto. كويس مرة. ايوه يا فريد خير، في ايه؟ شفتوني في التلفزيون. طيب يا ستي متشكرين. نعم؟ الولاد عايزين يكلموني؟ ليه؟ ما انا هربان منهم وجاي اقعد هنا، ليه؟ طيب هاتيهم. ايوه يا يوسف. لا انا زعلان منك قوي. في حد يضرب جده بالنبله برضه يا يوسف؟ نعم؟ انت مبسوط انك شفتني في التلفزيون؟ طيب يا حبيبي متشكر قوي. مع السلامه بقى. ايوه يا مريم. كفايه بقى. اقفلوا بقى. أنا مين؟ مين؟ مش هشيل إيدي إلا لما تعرف. بقول لك شيل إيدك ما تعصبنيش. هفكرك، هدي لك أمارة. شيل إيدك وخليني أشوفك وريني نفسك. عيب يا راجل، ده احنا نعرف بعض من أيام الروضة، يعني من 60 سنة. روضة؟ 60 سنة؟ سمسم يا جميل. ايه؟ قول كده؟ افتكر. الله الله الله، ده انت باين عليك عجزت. او يكون جالك زهايمر يا سوما. سوما؟ لو صلاح. اهلا يا حبيبي. اهلا. اتفضل وحشني. ازيك يا مستر؟ فينك يا راجل وفين ايامك؟ اهوك بقالي مده ما شفتكش يا سياده اللواء. لا بطلت سيادة اللواء دي،
احنا خلاص طلعنا على المعاش، بقينا في الباركينج اتركنا يعني. طب قول لي انت عرفت مكاني هنا ازاي؟ بفتح التلفزيون لقيتك بتتكلم عن المطعم ده وبتقول انا زبون هنا. قلت بس قفشتك. وحشتني بقالي، ما شفتكش بقالي يمكن 30 سنه. انت طول عمرك نادر راجل. الحياه اخدتنا ايام الخدمه، انا كنت بشتغل 20 ساعه في ال 24. ايه كانت ايام، يا ريتها ترجع. قول لي انت معاك ايه دلوقتي؟ معايا ايه ازاي بقى؟ وانت ناوي تخليني احاسب على المشاريب؟ يا راجل ما اقصدش، انا قصدي معاك ايه اولاد؟ ما فيش حد الحمد لله، ربنا ما عرفش. طب والحاجه ازايها؟ تعيش انت. ياه. يعني انت عايش لوحدك؟ فرضاني. اخرسها كده لوحدي. وانت؟ لا يا حبيبي، انا عايش مع جيش عرمرم، الاولاد والاحفاد كلهم متشعلقين في رقبتي، بصرف على الجيش ده كله من المعاش ومكافاه نهايه الخدمه. ليه؟ هما ما بيشتغلوش؟ لا بيشتغلوا بس عندهم انيميا في الدخل. اصل بعيد عنك ربيتهم على الشرف، على الامانه، على الاخلاق، مفيش لا رشاوي ولا تهليب. مرتب الكبير فيهم 400 جنيه في الشهر، يكفوا ايه؟ محدش مرتاح يا سياده المستشار. انا مبسوط قوي ان انا شفتك يا ست اللواء. تشرب ايه؟ لا اشرب ايه؟ انت بتصرف على جيش. لا انا لازم ارجع لواء تاني واصرف عليك، الحساب عندي. يا راجل انت صدقت ده انا بهزر معاك. يا متر. ايه ده ايه ده؟ مدام هناء، والله حضرتك منوره المطعم. انا مش فاهمه ازاي انت قاعد معايا في الترابيزه وكمان بتناديني باسمي؟ صحيح مش مزوق ابدا ان انا اناديكي باسمي وانت لسه ما تعرفيش اسمي. انا ثابت دوره. انا مش عايزه اعرف اسمي، لو سمحت تقوم تتنقل تقعد في حته تانية. اروح فين بس؟ اصل انا بتعب من الوقفه، بتجيلي دوخه، رجليا ما بتشيلنيش. دور اسمي كده. تاكدت بقى يا نجاتي ان انا عبقري استاذ في الدعايه والاعلام. كل اصحاب المطاعم بيعملوا اعلان عن المطعم نفسه، انا لما عملت اعلان عن الزباين ما شاء الله الزبون بيجيب زبون. عندك المستشار سامي مثلا، شفته يوم جاب حد معاه يا دوب بيقعد على كوبايه الشاي وكوبايه القرفه بالجنزبيل. النهارده جاله واحد صاحبه هيعمل فاتوره ما عملهاش بقاله 3 اشهر. ده حتى ساب الدواره اللي كان بيفضل قاعد يبحلق في اللي رايحه واللي جايه طول النهار على عصير قصب. شفته دلوقتي قاعد مع واحده واكيد هيطلب لها غدا. ما شاء الله المطعم بيشغي زباين، مفيش ولا كرسي فاضي. مستر عادل بعد اذن سعادتك، عاوزين كرسيين بس من المكتب، الزباين بره واقف على بعض. خد يا حبيبي اللي انت عاوزه. بعد اذنك يا مستر نجاتي، بعد اذنك. يلا لو عوزت الكرسي بتاعي كمان تعالى خد. الو؟ ايوه يا فندم، مطعم تشيتوتو. يا اهلا وسهلا. اهلا، كم فرد يا فندم؟ 4؟ تحت امرك، بس يا ريت تجيبوا كراسيكوا معاكم. انت هتقوم ولا نديلك الجرسون؟ انت ايه اللي جرالي؟ ما كنتش كده ابدا. انت شفتني فين ولا تعرفني منين يا جدع انت عشان تقولي ما كنتيش؟ ده انا اول مره اشوفك. ايوه صحيح صحيح، اول مره تشوفيني. ان انا شفتك، ايوه شفتك كويس قوي. اول امبارح لما طلعت في اعلان المطعم في التلفزيون كنت قاعد بتفرج على هيفاء وهبي، لقيتها بتقول مش هتقدر تغمض عينيك، ولا اثرت فيا. ايوه غمضت عينيا وقلبت على المحطه، لقيت نانسي عجرم. نانسي عجرم وهي بتقول ونص، ما اثرتش فيا. حولت على المحطه، ايوه، واذا هناء هاني انا ايها قدامي. ايوه ما قدرتش اغمض عينيا ولا قدرت اغير المحطه.
ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت هتقوم ولا نادي لك مدير المطعم؟ لا لا، انا مش عايزك تنرفزي، انا عايزك زي ما انت كده، الصوره الجميله، عايز احتفظ بيكي، احتفظ بالجمال اللي انا شفته في التلفزيون، ارجوكي. اللهم طولك يا روح. انا مش عايز حاجه، انا عايز بس ابص لعينيكي، امل عينيا من رقتك وجمالك. محمود الحقني، تعال شوف المصيبه دي. انا والله كنت حاجز الكرسي ده لسيادتك. تعال ايه اللي عندك هنا؟ تعال اقف مكان تاني. حلوه فوزه، حلوه. شيل بيني بيه بيني كمل. شله البحر كلها هنا، والظاهر الخن ده هيبقى بتاعنا هنا على طول. فاكر الخن القديم يا شربيني بيه؟ الخن القديم ده احنا كنا مأجرينه ب 160 قرش، وكنا مقسمين الأجرة علينا كلنا كده. أنا لقيت نفسي في يوم قاعد فاضي، قلت أفوت أشوف. سيادة اللواء خد بالك، الشقاوة على كبر دي بيبقى لها مردود عكسي، مردود يودي في داهية. هي مش شقاوة، هو حنين. يا حبيبي يا حنين. الله. تصور رحت الكون لقيته بقى ايه؟ كل الشقق اللي في الدور الارضي اتقلبت قهاوي. لا يبقى يا اجزخانه يا مقلة لب برضه. لا وبعدين معاك بقى، انت هتفضل طول عمرك نزل كده متتكلم على طول؟ لقيته زي ما هو خن برضه، بس الاجيال الجديده هي اللي احتلته. يعني احنا ما بقاش لنا غير الذكريات. هذا مطعم شيتوتو؟ ايوه يا باشا. متاكد؟ ايوه يا فندم. اوكي تعال افتح الباب يلا. حاضر حاضر، ساعه الا ربع. حاضر خلاص خليك يا فتحي. يلا يا لينا، يلا بابا يلا. جيب لي كيس والحقني لاشوف. لا 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 لا، كيس شو؟ شو؟ بدي اعرف شو اشتريت اغراض، يمكن نسيت شيء. حبيبتي اشترينا كل شيء، شرينا كل شيء، انت غليتي شيء في السوق ما شريتيه؟ خايفه يكون ناقصني شيء. طيب يا حبيبتي مو ناقص شيء، انت شريتي من الابره للصاروخ. والنبي اقفل اقفل يا فتحي اقفل. اهلا اهلا وسهلا بيكم، منورين مطعم تشيتوتو. هلا نعم نعم، في شيء؟ كاميرا؟ لا 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 لا، التصوير لا بليز. ليه بس تصوير؟ لا الله يخليك لو سمحتي، الله يخليكم انتوا الهدوم، مش عايز تصوير ابدا. ها لو سمحت، هي بليز 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 كات. 10 مره اليوم تصوروني 10 مره وتطلع كاميرا خفيه بليز. لا ما فيش والله كاميرا خفيه ولا حاجه، صدقني اهي كاميرا حقيقيه. بص حضرتك مش هصدق، خلاص انا صارت فيني 10 مرات. شوفي اقول لك على شغله، اذا ما تصدقيني تعالي تعالي ما اورجيكي، بس تعالي بس تعالي. افتح فتحي افتح فتحي افتح فتحي. شوفي الشرايط هذه كلها، هذه الشرايط كلها مسجلينها كاميرات خفية، أنا أخذتهم علشان الفضايح. يجون يقولوا لي طب إحنا دلوقتي سجلنا المشهد ده، تحب نزيع ولا ما نزيعش؟ قلت لهم لا ما تزيعوش، وأخذت الشرايط كلهم علشان كذي أنا ما أبي لا كاميرا خفية ولا شيء. أقول لك أنا شغلة، آخر واحدة تدري إيش اللي صار؟ آخر واحدة ألو تليفون من الكويت، ألو أيوة يا ماما. هلا يا ولادي، هلا ماما حبيبتي إيش أخبارك؟ الحمد لله يا ماما، أنت إيش أخبارك؟ الحمد لله يا ماما إيش أخبارك؟ ماما أنا في مصر، تبين شيء؟ والله يا ولادي يبلي معاك اللي يا يما إيش تبين؟ يا يما يا ولادي أنت تاكل زين؟ أنت تنام زين؟ أنت مرتاح؟ وأنا ساعة أكلمها على أبونا ماما ماما ماما، وفي الآخر طلعت إبراهيم نصر. لا 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 والله ما تخافش، ده برنامج إعلاني عن مطعم شيتوتو. الله مش حضرتك مدام مينا الموديل المعروفة؟ نعم. هو يبقى جوز حضرتك؟ ايه جوزي عبد القادر السعدي. وجايين بقى تقضوا شهر عسل في مصر صح؟ لا لا لا، نحن صار لنا سنه مجوزين بس جايين نحتفل بعيد جوازنا. يا سلام، فرصه سعيده جدا. يا ستي يا حبيبتي. حبيبتي؟ كيف بتقلي حبيبتي؟ لك شو بنا؟ انا شو بنا؟ شو بنا؟ لينا شو هالحكي؟ لك عم قلها هيك منشان تحل عني وعنك. وش معنى مطعم شيتوتو اللي اخترتوا انكم تقضوا فيه الجواز؟ ولا اخترناه ولا حاجه، احنا ما اخترناهوش. انا عادل نور صاحب المطعم صاحبي، حالف علي اني اذا جيت مصر ان شاء الله يعني امر عليه. خلاص انا جيت دلوقتي. بقول لك ايه، انت مش عايز اقول لك قصه حياتي من اول ما اتولدت لغايه دلوقتي؟ ايه رايك ناخد البرنامج؟ اعزائي المشاهدين، انا اول ما اتولدت نزلت من بطن ماما، وبعدين قلت واه واه، وبعدين طب عايزين نعرف راي حضرتك في مطعم شيتوتو.
طب ما اخش الاول واشوف وادوق الاكل واشوف الديكور واشوف الحاجات وبعدين اقول لك رايي. طب راي مدام هنا بقى يعني شكله مش بس ما جربته بعد. الو الو عدوله الو عدوله ايه ها ايه انا عبد القادر عبد القادر قدوري تبع ايطاليا. هلا حبيبي عبد الله. لا 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 لحظه عادل مش وقته مش وقته بعد شو. انا برا انا برا المطعم. اه لا زحمه ولا شيء. مذيعه ماسكه فينا مو راضيه تخليني اصلا. تعالي يا عمي يلا يلا الله يخليك ارحمني عدوله. طالع لك حالا. ده عبادل. عبادل مين؟ ده واحد صاحبي كويتي كان عايش معايا في ايطاليا بس ايه واد كويتي على حق دمه خفيف على الاخر. ده بقى اللي انتوا الاثنين صحتوا سوا ولا انت ولا هو اتجوزته؟ بالظبط كده. بس واد هيعجبك قوي 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 ابن حنت. بس بقول لك ايه انا جاتي خلي بالك منه ده واد غاوي مقالب على الاخر. ويبقى جهز له الترابيزه في الكلاسيكي انا اللي هشرف عليها بنفسي. عم قادر عم قادر عم قادر مين؟ يكونش عبد اللي قادر يا ابو حنين كيف الحال علي؟ شوف يا ستي مطعم شيتوتو اسوأ مطعم في العالم كله. الاكل بتاعه يعني استغفر الله زباله فعشان كده الزبائن اللي بيخرجوا منه بيدعوا عليه انه يتحرق بجاز. طبعا مشاهدينا زي ما احنا شايفين الاخ عبد القادر بيداعب صاحب المطعم لانه صاحبه من زمان. مشاهدينا فاصل وهنرجع لكم على طول. صاحب المطعم الاستاذ عادل نور ده بقى مش ممكن. ده بقى نصاب عالمي نصاب عالمي على سنجة عشرة. ازاي؟ انا اقولك ازاي. الراجل ده اول ما عرفته لسه كان بيتعاقد مع المافيا وبعد كده اكتشفت انه ايه لا بقى ده دخل في العميق ده نصب على تلات ارباع الشعب الايطالي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده امشي طمن طمن احنا نقلنا على الفاصل من بدري. عدونا عبدو عدونا حبيبي. ايه ده مش ممكن عدونا معقولة مش هبطل حركاتك دي؟ طب خد نفسك على طول على طول على طول كده. عدوله بقولك ايه انا جاي هنا بقى ايه اقف هنا خلاص مش هنخش مش هنخش جوه جاي 10 ايام اقضيهم بره. ومين دي؟ ايه من دي ايه بتعمل كده ليه؟ لا دي دي مراتي لينا. لا ليه لا تجوزت؟ مش ممكن ده ايه الذكاء اللي بينقط من عينك ده؟ بقولك دي مراتي بتقولي اتجوزت. طبعا مراتي لينا عادل نور صاحبي كنا مع بعض في ايطاليا. اما جوزك ده يا لينا عمل شويه حاجات في ايطاليا اقول خلاص اتكتم. بقول لك ايه بقى يا عدوله احنا هنقف كتير هنا مش هنخش جوه؟ لا لا اتفضلوا 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 بس بقول لك ايه قول كلمتين حلوين عن المطعم والا هقول. لا لا انا هقول 10 كلمات برضو خلاص ما تقولش. ورجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا بعد الفاصل وبرنامج تشيتوتو على الهواء. الحقيقه ان مطعم شيتوتو من احسن المطاعم على مستوى العالم. الاكل بتاعه مهضوم واكل متاكل قبل كده ويعني الاكل حلو قوي والزباين حلوين وصاحب المطعم راجل عبيط. عبيط؟ راجل عبيط لانه الاسعار التي يضعها راعي المطعم يعني اسعار عبيطه اسعار مش ممكن يعني 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 فاتحه سبيل فاتحه صدقه فعلشان كده يعني اقول الاسعار هذه يعني يا دوب باختصار ارخص الاسعار في مطعم شيتوتو. ايوه صلح كده. والحقيقه في ايضا تعقيب بسيط ايضا انه صاحب المطعم رجل اهبل. قولي لي ليه؟ ليه؟ انا اقول لك ليه. لانه الحقيقه المطعم يعني يعني كميه الاكل كميات بالهبل. يحط كميات لشخص واحد تكفي قبيله كامله. علشان كذي قلت انا اقول هالمصطلح انه بالفعل اكل بالهبل في مطعم شيتوتو. مرسي خالص سيد عبد القادر واقامه سعيده في مصر وفي تشيتوتو. اتفضلوا اتفضلوا اقدم لكم مستر نجاتي متر المترات وشيف الشيفات في مطعم تشيتوتو ونقيب الشيفات في اليونسكو وشريك في المطعم بنسبه 16%. يلا اوكي ربنا يزيد يا عم. متشكر قوي يا عبد. لا لا ما بكلمش عنك انت انا بكلم عنه هو 6% يعني لازم يعني ندعي له. الله يخليك الله يحفظك. انما ايه الجوازه دي؟ معقوله يعني حد يقع الوقعه السودا دي؟ يعني انسانه رقيقه جميله حلوه قوي قوي زي كده تتجوز عبد القادر؟ انا بس والله بقول اللي بيمليه عليا ضميري. ضميرك؟ ضمير ايه يا استاذ؟
هو في ضمير؟ هو في ضمير؟ مش احنا لو كنا في ايطاليا كان عندك ضمير؟ اسمع بس، شوفي يا لينا هانم، اصل انا وعبد القادر اما احكي لك، كنا ساكنين مع بعض في شقه في بلد اسمها بولونيا شمال ايطاليا، في البلكونه اللي قدامنا بقى كان في واحده ست اسمها كريستينا زي القمر. واحده ست ايه بقى؟ عدوله لينا حياتي، هيدي الست اللي عم بحكوا عنها، هيدي كبيره في السن، هيدي واحده ست عجوز، يعني بتعرفي قدام العواجيز انا كتير 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 بكون يعني ضعيف قدامهم. انت بتعرفين يا لينا؟ كبيره يا راجل، دي عامله زي لقطه القشطه. وانت مالك يا استاذ؟ الاقيها منك ولا منه؟ وبعدين وبعدين تعالى، انت كنت معانا في ايطاليا؟ لا بس هي نزلت في الانترنت. كداب الانترنت في نص وشه. طب والصور اللي وريها لي؟ يا عمي اي صور؟ لينا لينا يلا حياتي، يلا يلا لينا لينا نمشي، لانه بصراحه انا ما بيشرفني واقف مع ناس هيك. لا 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 هدي روحك، معلش يا لينا انا احنا بنهزر بس مع عبد القادر، بس برافو عليكي، واضح انك شخصيتك قويه. هو عبد القادر ما ينفعش معاه بصراحه غير كده. انا مؤاخذه يا سيد عبد القادر، معلش يا استاذ عادل بيحييك، ده بنفسه هيخدم عليك على الطاوله. لحظه متر افندي مستر نجاح لو تابل مسيو لو مدام سيسكون دبي 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 دبي. تفضلوا الطاوله جاهزه. متر امير يا عم خف على الراجل، حرام عليك، شفتها بصيت له حته بصه زغرت له زغره. انا عشان كده بقى نجاتي ما اتجوزتش، انا لا اسمح على الاطلاق ان واحده ست تبص لي بصه زي دي. لينا 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 شو بك؟ ايه لك شو بك يا جنن انت؟ لك هيك انت بتخليني ما اقلك السر اللي كنت بدي اقلك اياه. سر شو عبد القادر؟ شو بعد في اسرار تانية بحياتك؟ بعدين تعال هون قلي، شو كنت عم تعمل بايطاليا انت وهالزلمه من مغامرات عاطفيه؟ اي مغامرات عاطفيه؟ لا مغامرات عاطفيه ولا شيء، انا في ايطاليا ما عرفت غير بنتين بس، كلوديا كاردينيالي وصوفيا لورين. الاثنين في السينما يا ماما، في السينما. طب وصاحبك؟ صاحبي مجنون. مجنون؟ كيف يعني؟ يعني مجنون، يعني كان يتعالج وقت اللي كنا مع بعض في إيطاليا، كان يتعالج في مصحة بروما. معقولة؟ طب أنت كيف عرفته كنت معه بالمصحة؟ أنا معه بالمصحة؟ أنا معه بالمصحة؟ لينا شو هالكلام؟ بالعكس أنا كنت معه وقت اللي رحت أسوي دعاية لشركة بامبينو للعب الأطفال. وشو جاب الأطفال على المجانين؟ هذا اللي تشوفينه، هذا طول بعرض بجسم ولكن عنده شهادة معاملة أطفال. هذا اللي تشوفينه عمره 45 سنة، لكن التعامل معاه يفترض انه يكون طفل عمره 5 سنوات. والله منه مبين عليه. طيب اكيد تعالج. والله منور يا عبد، والله زمان المطعم منور. هلا والله هلا. النوم انت ايش اخبارك؟ كيف صحتك الحين احسن؟ صحتي زي الفل، صحتي بوم، صحتي حلوة اهو. ولا تعالك رأي تاني يعني؟ ما تعصبوا عبد القادر. انما قول لي بقى يا عبد، أخبار شغلك إيه؟ أنا بشوف إعلان شركتك في التلفزيون بامبينو. ها؟ تعرف أنا طول عمري متأكد إنك هتنجح في شغلانة لعب الأطفال دي. عارفة ليه يا سيدة لينا؟ ليه؟ لأن جوزك ده عيل. آه والله طفل كبير، تعرفي؟ إحنا كنا مرشحين وياخد شهادة معاملة أطفال. هيدا عبد القادر؟ ايوه عبد القادر. ايه عدوله؟ ايه عدوله؟ ايه حبيبي؟ احنا عايزين ناكل. اتفضل معانا يا حبيبي، اتفضل معانا. احنا عايزين ناكل، انا جعان، انت عازمنا على كلام؟ حالا يا عبد القادر، سيبوني بقى اكلكم على مزاجي. لا حبيبي، حبيبي لا، على مزاجك لا، احنا نبي اكل لبناني. انا بحب الاكل اللبناني. انا بعشق الاكل اللبناني. لك يقبرني التبولة والكب النية والفتوش، أنا أعشق كل ما هو لبناني. حالا هنزل لكم الويلكم درينك. وحشتني. يعني شوفي لما هو قاعد يتعالج، يعني لما يتعالج هذا كله راح يخف. مرض وحشتني، تصير وحشتني عادية. أعتقد أحسن وقت إني أنا معاك الحين نتخذ قرار الآن. قرار شو؟ قرار الخلفة. شوفي انا اعطيتك فرصه سنه كامله، سنه كامله انك انت تشتركين في مسابقه ملكات الجمال، انك انت تدرسين اخلاقي، وانت بالفعل درستي اخلاقي وشفتيني انا انسان حبوب خجول طيب. ميرسي ميرسي بوكو، انسان طيب حبوب خجول، ما عندي حركات، ما عندي اي شيء. صدقيني انا بشغل البنات هذا ما اعرف. انا ايش اللي ابي منك الحين؟ ابي طفل، ابي بيبي، ابي خلفه، ابي بيبي حلو ياخذ منك انت جمالك،
وياخذ مني انا ذكائي وياخذ من مصر العظيمه الحضاره. انا عايز بيبي صغير كده حلو يتولد هنا هو في الارض الطيبه دي. انا ما عندي مانع بس مش قبل 5 سنين. 5 سنين ليش؟ اسمع عبد القادر، الرجال عامله مثل الصناديق المقفوله وكل واحد قافل على اللي فيها. يا حبيبتي انا لاني صندوق ولا فيني قفل ولا فيني اي شيء، انت عرفتيني، عرفتيني ودرستيني وعرفتيني انا ما عندي لا بنات ولا عندي اي شيء. صدقيني انا بحياتي كلها ما عرفت بنات، انا بحياتي كلها ما اعرف الا 3 بنات بس، او بالاحرى 3 حريم بس. مامتي واختي وانتي. بقدر اعرف هي اللي عم تطلع عليك؟ عادي قاعد تطلع علي ما فيها شيء، ما راح تقول قاعد تطلع يعني عادي. ايه الحين جاي علي انا، مو هذا صار له ساعه قاعد يطالعك اللي قاعد ورانا وانا ساكت ولا اتكلم ولا قلت شيء ابدا. حبيبي حياك على الطاوله اقعد، تبي تقعد مكاني بعد؟ والله انا ست حلوه وطبيعي ان الرجال يطلعوا علي، وانا انسان وحش راجل وحش وفي ستات يحبون الوحشين اللي مثلي. مش معقول عبد القادر هون بمصر، أنا لما شفتك في التلفزيون ما صدقت عيوني. عفوا أختي في شيء، منو معي؟ هايدي مش فاكرني؟ مش فاكرة عبد القادر، هايدي مامتي وأختي وهايدي. آه هايدي هايدي هايدي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كبرتي والله. هادي شخبرتي هايدي؟ كيف الصحة؟ واو شغلت شغلت شخبار شغلت أبي شغلت نفس الشيء مثل ما ولا تقدمت بشغل أكثر. عموما فرصة سعيدة جدا، أنا مستانس وايد إني أنا شفتك وأتمنى إن شاء الله أشوفك مرة ثانية. ميرسي ميرسي ميرسي، شكرا يا هايدي شكرا. باي 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 ميرسي باي. هايدي يا الله هايدي، هذه كانت صغيرة كانت صغيرة كانت. أنا جيت علشان تسوي دعاية لبامبينو للعب الأطفال. هايدي طفلة؟ ايه طفلة كانت تسوي دعاية بابينو 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 لعب الأطفال، كانت ما تقول لعب الأطفال لعب الأطفال. يا حنات يا الله، كانت أنتوا مشكلتكم يا البنات إن بسرعة تكبرون. البنت تلقاها اليوم هالكبر بعد كم يوم مارد تكبرون على طول بسرعة. يا الله هذه كانت صغيرة كتيب لها بومبوني وقعدها على إيدي هني ولعبها. وكمان كنت تقعدها على إيدك؟ ايه مثل كل أب، كل أب يقعد بنته الصغيرة على إيده. انا متضايق، انا بغير الطاوله هذه. قومي قومي عود عود عود، مش رح نتحرك من هون. يلا افتح لي صناديقك بين على حقيقتك. يا حبيبتي انا ترى انسان مظلوم قدامك، لا تظلميني اكثر من كده خلاص. ليك اسمعني، ما تفكر بالخلفه قبل 10 سنين، لما تفكر تتجوز بنتك هايدي. يا بنت الناس لينا هايدي هذه. مو معقول عبد القادر هون بمصر؟ والله لما شفتك في التلفزيون جيت مخصوص كرمال شوفك. كيفك يا عبد القادر؟ اسم الله، مين الشحروره؟ عياد اليوم اللي مو راضي عدي على خير. ما تتذكرني؟ انا لا الحين عندي زهايمر خلاص ما اتذكر شيء. انا نيكول يا عبد القادر. نيكول لا 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 لا. يخذ العين عليك، اسم الله عليك، شوي هايدي وشوي نيكول، شو اسم الله كلهم حواليك اليوم؟ لا مو حوالي، هذه مؤامرة، هذه مؤامرة وأنا لا يمكن أسكت عنها، أنا خلاص أنا زهقت، خلاص أنا لا الركن هذا ولا الركن الثاني ولا الركن الثالث، أنا المطعم كله زهقت منه ولازم أطلع. من أول ما دخلت المطعم وأنا حسيت إن نفسي انسدت باي. لوين لوين؟ ليه بدك تترك المطعم؟ أنت خايف؟ خايف، خايف من شنو بالله؟ ليه بدك تهرب لكين؟ هايدي وكانت طفلة والبنات بيكبروا بسرعة، ونيكول كمان طفلة. انت قول مين هاي نيكول؟ نيكول ميرو. تذكرت. شوفي هذه نيكول اخت بسام. بسام بسام، ما تعرفين بسام؟ اخت بسام كنا بسوريا، كنا مع بعض كلهم مع بعض، كنا ببيت واحد، كان الحج هذا شو اسمه حج مرتضى، كنا مع بعض في سوق الحميدية. هم كانوا كنت انا راضي معاهم، كنا مثل 3 اخوان بالضبط، انا ونيكول وبسام. عبد القادر حدا قال لك انه انا راكنه فيل برا؟ فيل؟ يعني؟ يعني انا شكلي هندية، طلع علي منيح. هندية؟ الله 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 الله، انت بنت حلال، انت بنت حلال. على فكرة خلاص انا مشتي اكل هندي، يلا يلا الركن الهندي، يلا يا بابا يلا 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 يلا. ايوه شوفي هذا المكان الصح، هذا المكان الحلو، هذا المكان الهادئ، شفتي شلون؟ هذا الركن الشغل عدل. على فكرة كل ما نبتعد عن الباب كل ما يكون الركن اهدأ.
لا لا لا، انتوا نقلتوا هنا ليه؟ مش عاجبكم الكلاسيكي؟ ايوه انا عارفك يا رومانسي. قاعد في الجاردان دامور. طبعا حبيبي لازم جاردان دامور. تدري ليش؟ علشان اقعد معاها تذكر عيد زواجنا. كلمتين حلوين وتستاهل، تستاهل الكلام الحلو اللي انقال، صح ولا لا؟ عدوله حبيبي الله يخليك، يا ريت لو اكل هندي حراق مشطشط، تعرف بقى عيد جواز. ايوه لبس انت عينيا دي. ايه ده؟ في واحده في الركن اللي انا فوق عماله تشاور لك، تعرفها؟ بص عبدو 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 عبدو. مين عبدو مين؟ الله، هي يا بنتي مالك؟ هو تلاقيها جتت ولا ايه الحكايه؟ بابا انا لاني عبدو ولا شيء، لا تسوي لي مشكله معاها. انت كذي ما سويتي لي عبدو، انا كذي صرت عبد الرب ادريس. ما اعرفها، انت منو؟ ماريانا. شو ما افتكرتها؟ لحظه، ماريانا سوفوكليس بابا دوبلوس، تذكرتها. هذه ابوها كان ماخذ وكاله الشركه في اثينا. شو اخبار بابا دوبلوس؟ شو مسوي؟ كل الاهل كلهم اوكي؟ شوفي ما حد وداني بداهي غيرك انت، شكرا جزيلا. احنا قاعد ساعه الا ربع علشان اقنعها ان الموضوع صار عادي. تحياتي الاشواقي، ويلا باي يلا باي يلا باي. شوف عدوله، شوف لا اكسر المطعم باللي فيه على راس الناس. لا 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 لا، اريح انت. ماريانا سوفوكليس بابا دوبلوس. عبد القادر، نحن بعد مصر نص ساعه وكل وحده بيجوا بيسلموا عليك، لكن لو قعدنا اكثر كم وحده رح يجوا؟ لينا لينا حياتي عمري لينا، بعدين مات. اخ هذا كله من برنامج البث المباشر، انا من يوم ما شفت الكاميرا وانا حسيت ان قلبي صار ها. لينا لينا حبيبتي، انت عارفه انا رجل بزنس مان، اوكي اروح اسافر اشوف ناس، اتعرف على ناس، التقي بناس، ممكن انسى كل الناس، لكن لا يمكن انسى اعز الناس. يا حبيبي يا غليل، وحشني يا حلوين، لو اغمض واخلف، لو اغمض. تعالي على طاري اخلف، احسن فرصه نتكلم عن الخلفه. شوف الخلفه لما تنقطع شلون الواحد بيختفي مره واحده عن الدنيا. نعم ابله نعم. أنا شفتك في التلفزيون وأجاي عشان سلم عليك. شفتيني في التلفزيون ليش؟ عمرو دياب مطرب أنا، شو تشوفيني بالتلفزيون؟ منو أنتي؟ أنا ما شفت إيفانوفا، مش فاكرة. لا أنا ما راح أقعد ولا دقيقة، أنا ماشي هلا. لحظة 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 لحظة، لينا 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 حبيبي، لينا يا عمري، لك شو بك؟ خليني فاهمة. أنت نصاب عالمي وكذاب كمان، وأنا مش ممكن أعيش مع واحد سافي. هلا شو بنا؟ شو بنا؟ إي شو هالحكي؟ لينا لينا، طب مش كرمالك؟ كرمال الباب اللي بدك تخلفيه. فرجيني وين بدك تخلف؟ من الصين، من الهند، من جنوب أفريقيا. لينا حياتي خلص، والله أنا تعبت يعني خلص. أنا صدقيني ما عندي غيرك أنت وبس. أنا رايحة على الأوتيل وبكرة الفجر أروح على بيروت. لا 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 لا، لا لينا 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 لينا. مظبوط يا صاحبي، مظبوط.